بعد ما سمعنا اليوم التصريح اللي قام به السيد قايد صالح حول تفعيل المادة 102 تاع الدستور، في الحقيقة يعني بالنسبة لنا هذه الاقتراح يعني هو في الحقيقة محاولة لإيجاد مخرج ما بين قوسين قانوني للأزمة ولا للمأزق اللي موجود فيه النظام. بعد 5 ولا 6 أسابيع يعني تنتهي العهدة الرابعة نتاع السيد بوتفليقة، وبالتالي يعني شيء غير معقول بلي يعني أيام معدودات قبل انتهاء هذه العهدة نديروا المادة 102 ونقولوا كاين مانع صحي إلى آخره، في حين يعني عندها أسابيع أيضا من قبل ولا أيام معدودات من قبل كانوا بالعكس يعني نفس الأشخاص كانوا يبيعوا للشعب في العهدة الخامسة ويقولوا بلي السيد بوتفليقة راهو لاباس عليها. وهذا التناقض هذا يعني بالك هما قالوا معليش بالتناقض هذا، يعني الشيء اللي راهم يقوموا به هو وشنو؟ هو باللي يوم 28 ابريل اذا السيد بوتفليقة خلص العهدة نتاعو، اذا زاد قعد يعني ولو رمزيا راه يعني ضد يعني الطلب الشعبي الكبير يعني اللي يقولوا لا تمديد ولا تأجيل والى اخره، وإذا مشى يوم 28 أبريل راح يكون يعني هناك فراغ قانوني فراغ في السلطة، يعني باكونس دو بوفوار، وهذا يعني ماهوش ما كانش حل تاعو قانوني. إذا يعني قالوا من الأحسن نطبقوا المادة 102، معناتها 102 تاع الدستور، دونك نقعدوا في إطار الدستور، وإذا قعدنا في إطار الدستور القائم قعدنا في إطار المنظومة القانونية تاع النظام القائم، وبالتالي باستمرارية هذا النظام ومنظومته القانونية القائمة. وهذا ما يعكس ويخالف تماما مطالب اللي سمعها كاع العالم تاع الشعب الجزائري المتظاهر، يعني ماهوش بالجمعة برك، رانا شفنا تقريبا كل يوم يعني الفئات المختلفة قول بلي يعني على النظام الرحيل. وإذا على النظام الرحيل معناتها النظام ماشي هو اللي راح يفرض على الشعب المخرج نتاعو في اطار منظومته، وبالتالي الاستمراريه، لان هذه الاستمراريه يعني هي استمراريه النظام يعني الليبرالي، النظام اللي ادى الى يعني المازق الاجتماعي، ولادنا راهم يموتوا في البحر والبطاله و المازق الاقتصادي، يعني التصنيع اللي كان يتكلم عليه والاستثمارات الخارجيه و ما هي يعني غير كما يقولوا كلام في كلام وهوى والريح، والمأزق يعني في نهاية المطاف المأزق السياسي، يعني نشوفه يعني مأزق سياسي كبير، وبالتالي هذا بالنسبة لنا ما يعتبرش حل، وإنما حيلة لجعل النظام يستمر بطرق أخرى، أو ما يمكن أن أقول ككلمة أخيرة، واستمرارية البوتفليقية بدون بوتفليقة. والحل هو لابد من الذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي سيد يعني يمثل حقيقة طموحات الديمقراطية في الحريات إلى آخره، والطموحات الاجتماعية في العمل والتعليم والسكن ويعني والرفاهية يعني والكرامة والقدرة الشرائية للمواطنين إلى آخره. يعني لابد باش نديروا مجلس تأسيسي هو اللي يقوم بتحرير الدستور حسب هذه الطموحات ويقترحها للشعب يعني في استفتاء. ومجلس تأسيسي معناتها سيادة كاملة للشعب، لأنه منتخب من الشعب وليس في الكواليس وفي بعض الصالونات وفي بعض البلاطوهات وين يعني الكثير من يقترحون أنفسهم ليحبوا يحلوا محل الشعب.